أحزاب الوحدة الوطنية، ومعانا الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية على الهاتف. كويس، مرحبا بك، سلام عليكم. يا مرحبا بك أستاذ عبود جابر، الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية، مرحبا بك. وأنا برحب بإذاعة طيبة. قناة طيبة معاك الآن، وضيفنا داخل الاستوديو الدكتور عمر، وإحنا بنتحدث عن الوضع السياسي الآن ونتساءل أين هي الأحزاب، وبداية أحزاب الوحدة الوطنية. سؤال أفتكر يعني بين وواضح. ونقول رغم الأشياء اللي تحدث الآن وتساؤلات كثيرة جدا تدور حقيقة يعني في ذهن كل مواطن وكل سياسي، أقول أن الأحزاب، أحزاب الوحدة الوطنية وأحزاب الوفاق الوطني، هي حاضرة وعاملة ومتفاعلة، يعني عكس التصور اللي خدتنه بعض الناس يقول لك والله هي ما موجودة وهي مريضة. الآن هذه الأحزاب التقت في لقاء جامع بحضور أخونا الدكتور فيصل مساعد رئيس الجمهورية، وكانت صريحة جدا فيما يلي خطابها حول الراهن السياسي وحول المستقبل. هذه الأحزاب من نواحي قانونية ومن نواحي دستورية هي فعلا موجودة ومسجلة ومستمرة في عملها اللي هو متاح لها وفقا للقانون. نعم. وفيما يلي الراهن، أنا بقول على حسن الحظ هذه الأحزاب بصورة أو أخرى عبرت بأنه هي حريصة على بلادها وحريصة على الاستقرار وحريصة أيضا على المواطن أنه يجد ما هو مطلوب في أن يعيش في سلام وأمن واستقرار. وحينما أقول استقرار أعني هذه الكلمة بكل ما تحمله المعاني، يعني يجد عيشه وشرابه وأكله وأمنه وتواصله وعمله ونشاطه. نعم. وهذا أفتكر مطلب مشروع لكل مواطن ولكل إنسان، أنه يجد ما هو يرغب وما هو في تخصصاته واهتماماته. نعم. وأقول أحزابنا موجودة وداعمة ومستمرة في عملها ومتوافقة في أن تدعم كل المشروعات الوطنية بما يلي بما فيها عملية التحول الديمقراطي. نعم. أو التبادل السلمي للسلطة. أستاذ عبود جابر، يعني أحزاب الوحدة الوطنية والوفاق الوطني موجودة الآن، لكنها موجودة في الغرف المغلقة وفي اللقاءات مع القيادة السياسية. المواطن والمتابع والذين هم الآن في الشارع لا يعرفون هذه الأحزاب ولم يسمعوا بها، لم نشاهد أي لافتة تدعو الناس مثلا إلى الخروج السلمي، إلى التعبير المنضبط، لم نتابع أي محاضرة أو ندوة، لم نسمع بمنشور ولا ببيان لهذه الأحزاب. فأين هي أحزاب الوفاق الوطني والوحدة الوطنية والأحزاب المشاركة الآن في حكومة الحوار الوطني؟ والله نبدأ بالحوار الوطني. نعم. تذكر أخي العزيز ذلك الجمع الغفير وتلك المودة البادية في قبول الحوار كمبدأ؟ أنا أفتكر ذلك عنوان كبير لا يمكن بأي حال من الأحوال نمسحه بأي نوع من الأحد. الأحزاب دي جلست وتحاورت وتفاكرت، بل تجادلت أولا حتى توصلنا إلى صيغة أنه لا بد الناس تفاكر مع بعضها بعضا، وكانت الخلاصة شهد لها التاريخ ويشهد عليها العالم كله، فأن أحزاب السودان والمواطن السوداني الآن توافقوا على وثيقة وطنية وتوافقوا أيضا كذلك على برنامج وطني بما يسمى مخرجات الحوار الوطني، وذلك اليوم المشهود تم التوقيع على هذه الوثيقة، الوثيقة الوطنية، وتم التوقيع أيضا كذلك على البرنامج الذي يحمل 994 توصية تتناول كل الموضوعات المتعلقة بالوطن والمواطن. نعم. كيف يتم السؤال الآن أن هي ما موجودة؟ والتاريخ يشهد على ذلك. هذا واحد. اثنين، التفاعل موجود والتواصل موجود فيما بين هذه الأحزاب، سواء كانت ثنائية لقاءات سواء كانت جماعية، والآن نشهد أن هناك حريات متاحة وفقا للقانون ووفقا للدستور، وتشهد أن هناك مجموعات تسمى بال
مجموعه احزاب الوحده الوطنيه، وهناك مجموعات تسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، وهناك يعني بلادنا حقيقه تبدو صوره حقيقيه ان هناك حريات متاحه بالقدر الذي يتيح لهذه الاحزاب انها تعبر وانها تخوض انتخاباتها وانها تنظم نفسها بشكل كيانات سياسيه. هذه ناحيه. الناحيه الثالثه الدار اقولها بصراحه، هذه الكلمات اللي بتقول انه ما في احزاب، كيف تكون ما في احزاب؟ والان هي تعد العده وتتبادل الافكار في ان تنجز المشروع الوطني الا هو مشروع الانتخابات القادمه ايا كان شكلها وايا كان زورها. لانه واحد من الاشتراطات القانونيه الوارده في قانون الاحزاب السياسيه هو انه هذه الاحزاب تسجل بحيث انه تتبادل السلطه عبر الانتخابات الحره والنزيهه، وده اعتراف. اي حد يقول لك انا مع الانتخابات الحره النزيهه وحاجه طيبه جدا، انه في مخرجاتنا وفي وثيقتنا الوطنيه مضينا على بند اسمه ان تقوم هناك انتخابات حره نزيهه في انتخابات 2020. كل الاحزاب الان بتقول كده، ما فيش حد قال ماذا الانتخابات. يبقى ده تعبير سليم ورؤيه سليمه، ونمضي الان بخطوات ثابته نحن كاحزاب وغيرنا من الاحزاب الاخرى. نعم. فيها نظرا الى مستقبل البلاد. اخر سؤال يا استاذ. نعم اخر سؤال يا استاذ ابو جابر، ونطمع في الحلقات القادمه ان تكون معنا من داخل الاستوديو حتى يتسع المجال لكثير من الحوار والنقاش ويفهم المشاهد ويتابع، لكن اخر سؤال، الذين خرجوا في الاحتجاجات الاخيره بدات باحتجاجات القوت والنقود والوقود الخبز، ثم تعالى السقف الى ان سمعنا الشعب يريد اسقاط النظام. الذين خرجوا إذا كانوا هم قواعد لهذه الأحزاب، أحزاب الوحدة الوطنية والحوار الوطني وأحزاب الوفاق الوطني، إذا كانوا هم قواعد لهذه الأحزاب فهذه مستجدات، وإذا لم يكونوا هم يعني قواعد لهذه الأحزاب فهذه أيضا تحتاج إلى وقفة من الحكومة ومن أحزاب الحوار الوطني مجتمعا. وده سؤال أفتكر أنا أشكرك عليه، سؤال ذكي جدا. على حسن الحظ أن جميع الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي، حزب المعارض الذي لا يقبل حقيقة أي نوع من التساوم، هذا الحزب الشيوعي رفض المسألة بتاعت التخريب، قال لا للتخريب. لا أتحدث عن التخريب، أتحدث عن المسيرات التلقائية. هو تحدث عن قرية الكلام بتاع أخونا صالح محمود، قال هو ما مع التخريب. أنا قريت كلامه طيب جدا بالكلام دي. أقول ونترك مجال الحزب الشيوعي، احزابنا احزاب الوحده الوطنيه ترفض رفض بارد مساله التخريب في الممتلكات الخاصه والعامه، ومساله انه زول يمكن يعبر، الدستور نفسه قال عن حق المواطن في ان اعبر عن حرياته بالشكل الذي لا يتعدى الحقوق الخاصه والحقوق الشروط العامه. يبقى التعبير اذا كان سلمي وتعبير ان يوصل رساله احتجاج على موقف معين لا باس به، ولكن كون يكون هناك تخريب والمضي مدما في ان يخربوا ويعملوا يقوموا باشياء ضد مصلحه الوطن، ده طبعا مرفوض، وخاصه مثل تحديد ازاحه السلطه عن طريق ما نقول.